جاء فرحنا او تحديث جاك يفرحنا ان شاء الله تكون. طبعا نذكركم اليوم ختام البرنامج، اليوم في حفل ختام البرنامج الفرصه، وايضا هذه اخر حلقه من الديوانيه في برنامج الفرصه، يعني ان شاء الله اما الديوانيه حتستمر ان شاء الله، بس عاد الحين مع البرنامج الجديد باذن الله. شو اسمه؟ كاريزما. كاريزما كاريزما حيكون البرنامج القادم كاريزما، وبرنامج الديوانيه ثابت باعضائه الفضلاء. الله ينفع بنا وياهم جميع المسلمين. ونقول لكم كل عام وانتم بخير ومن العايدين، وتقبل الله طاعتكم وحللونا وبحونا اليوم على اخر حلقه، ونقول لكم عيد سعيد وايامكم كلها سعيده، واسال الله ان يفرحكم وتزدادون فرحه وايمان وتقوى. والله الله في العيد انشروا الابتسامه، لا تدخل على اميك وعلى امك وابوك الا معك شيء من الهدايا، الأطفال أفرحهم ولو بمبالغ بسيطة، فالعيد فرحة ليس عتاب على الآخرين، ونبغى الكلمات الإيجابية دائما وبين. الله ما نشي. طيب تكمل معنا يا شيخ ولا أنت؟ يمشي. الله يسعدك. الله يحفظك يا شيخنا ويوفقك معك. وفيت وكفيت يا شيخ طلال. وفيت وكفيت. الله يجزاك بالجنة. يوفقك. وفيت وكفيت وما قبل خلق قصدير على الشيخ. يبارك لكم. يا حي يا قيوم. الله يجزاك خير. وفيت وكفيت. واحنا نقول لك الفال من العايدين وكل عام انتم بخير. تبع عينك جعلك. انا تراها اعتراف، انا من يوم لي عمري 21 سنه احضر خطب الشيخ واستفيد منه، وكنت اخطب انا الجمعه واخذ من خطب الشيخ في كل مكان. نعم انا كنت انا من طلابه وما زلت من طلابك. الله يسر توفيق. الله الله يجزاك خير. الله يبارك. الله يبارك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. الله يعيد علينا وعليكم. امين. احنا دائما امين. جزاك الله خير يا شيخ طلال. مشكور يا حبيب قلبي. جزاك الله خير على جيتك ابو. الله يوفقك. مشكور على جيتك. الله يسعدك يوفقك. خلونا على صحن واحد احسن. والله عند الراس. خلي تعال علينا انت عند الراس. سكر اي بسكر. سكر ذاك اللي عندك. تعال انت تعال هنا. تعال هنا. تعال انت. انتم جماهير سولفوا واحنا بناكل. تعال هنا. اليوم نبي ضحك الحين. عيد ليله عيد خلاص. اي نبي انبساط نفلها. اه تحديد عنده واقف خفاره اليوم، ما ادري ماخذ دوره في خفاره توه. تعال كل بس. وش هنا الراس هنا اللوم تسكر ذا. طيب تعي انا. ها آه كويس كذا يا حلو. طبعا طبعا يسعني في هذه الاوقات ان اشكر صراحه القناة الواقع بممثلة ب يعني الاعضاء والمؤسسين للقناه جزاهم الله خير، واشكر طبعا الكنترول مخرجنا ومهندس الصوت واللي خلف الكاميرات. محمود هو اسمه محمود ولا ايه يا ابو؟ احمد ومحمود. احمد ومحمود جزاهم الله خير. نشكر ايضا اعضاء الديوانيه صراحه كلهم. ابو سليمان. ابو سليمان عطنا جاهز. ابو سليمان مير يقول سليمان. يقول اصبر مير. حلوه مير ذي. يقول وقفت لي على توقيت مكة. توقيت مكة؟ ما شاء الله شكلها في مكة. بربع ساعة. ايه ايه. يعني نشكر سكرت ام الكاميرا يا ابو عبد العزيز. لو تقرب كذا شوي وخل عشان الكاميرا. راسك كبير انت. خليك بعيد حبك يزيد. ما في كاميرا لي، ما في الا هذه. اي والله يقول حتى المخرج يقول صح عليه سكر الكاميرا. او تعال هنا تعال هنا هنا. لو تجي هنا وقرب لها الصحن من هنا. سوالف يسمعون صوتك ابو راشد. قرب كذا يا ابو عبد العزيز. بس قرب شوي. سنتين بعد ما يقول المصريين بس كمان سنه كده. خلاص سنتك عربه كبيره. بسم الله. طبعا هذا من فشكرا للاعضاء ابو سليمان ابو صالح ابو محمد ابو عبد الرحمن ابو عبد الله ابو عبد العزيز، ايضا ابو علي ما ننساه، ابو سيف ذكرني، ابو حاتم ابو عبد المجيد، كلهم جزاهم الله خير. ايضا لكل الضيوف اللي جونا في البرنامج الله يجزاهم خير. وايضا شكرا للشيخ محمد الزبيدي وجوال سليمان الدكتور سليمان يدق. صالح الصمداني. وصالح الصمداني حبيبي صالح تشتاق لك يا اخي، ترى البرنامج الجاي تجي معنا نبغى نسمع صوتك. واللي ارسلتها لي ترحيب فيني ابو راشد. تسلم حبيبي. صوت ما ينطفي يا صالح يا صمداني يا حلو. عائلة الصمدانيين عطهم عطهم بذاك. ايش تقول ابو عبد العزيز تو عشان دوري ياكل انا. اقول الله يغني يبارك لها اخوي صالح الحامد. الله يجزاه خير. فطرنا امس واليوم ما شاء الله. وعنده كلمه جميله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله اكبر. يقول ودي ناخذ اجر صيامكم جزاه الله خير.
نسأل الله يجمع لها الأجر والنعمة. حطوا لهم لحم القطاوة في ذاك. أعطيكم في الحسن هنا هذا هو. شبيه هنا شبيه هنا. حطيتها لس في ذا. كيفس؟ هذا السنور ولا؟ العموس لا يسمع. الله يجزاه خير حريص عليهم. من رحمة الله القلوبين. قال الشباب ياخذونهم هناك يعطونهم لحم دلعونهم. شقت راسه الريحة مسكين. عارف. ريحة اللحم. صدق صار جعان فيها. اي والله. القطو ذي لكن مخمخ القطو ذي حتى يبغى شوربه شكله بعد. لكن صايم جل بالعافيه ابو راشد الله يعافيك. هذا بعد رز مصطفى واحلى احلى جلسه مع ابو حسن. المفروض الشيخ محمد ماخذ معه مصطفى والله خله مضيل في دقونه هناك. الله يرضى عليك. من جاب ذا الخروف كامل؟ اخونا ايوه صالح الحامد والله؟ اي والله ابو وليد الله وجهه. امس ذبيحه ولا ذبيحه؟ الله يجزاه خير يغنيه من فضله يبارك فيه. سوى جمع تقديم للاضحيه صح؟ جزاه الله خير. وين بتضحون فيها؟ في بيتك ولا بيت مين يا ابو ابو عبد الله؟ ها؟ بيت بيتي ان شاء الله. كل واحد بيته عندنا. كل بيته والاوقاف والوصايا اخوي عبد الرحمن متكفل فيها يذبحها في المسبح. اه ما شاء الله. الله يجزاه خير. لكن صراحة يعني اللمة جيدة لمة الإخوان يا سلام الأخوات يوم العيد أما سواء الظهر ولا الصباح ولا المساء مثل ما سوى أبو راشد كلها زينة. إحنا الصباح أنا وعيالي والمساء أنا وأخواتي ما شاء الله ممتاز. إي والله الله يوفقنا وياك. حتى عدلاي في الليل بعد ما شاء الله ما شاء الله. ترى بعض الناس يظن يا شباب شوفوا عطوه عطيه ابو عبد العزيز له صحن ولا شيء. لو تحط الحين في صحن تاخذهم معك يجون. ترى بعض الناس يعتقد انه ما يجوز الذبح الا في النهار. يجوز الذبح في الليل وفي النهار الى ايام التشريق كلها الين يوم 13 اللي هو رابع العيد. رابع العيد ها طبعا سنة لا ينسى الإنسان التسمية في الذبح أحيانا مع الحماس اربط خروف أمس يلا يلا اذبحونا بدون تسمية. الله إذا ذبح الخروف بدون تسمية ما يحل أكل لحمة أبدا يا رب. فانتبهوا للنقطة هذه مهم التسمية في الذبح. وأنا حبيت تقول اللهم هذا منك وإليك جيد وذكر الاسم ما يتطلب من أما في النية إن ذكرتها ما في مشكلة وهو أصلاً بالنية تعلم يعني. أنا قلت الله أدرى باللي دفع الفلوس. أي والله. أي زي ذاك اللي يقولون يذبح والله بسم الله الله منعن أختي والله أمي وهو ذابحها للرجاجيل. الله أدرى بالنية. أي والله. هذه حصلت لنا موقف وإحنا مسافرين برا. إسلام. كنا في دولة غير إسلامية فاجتهدنا أن ناخذ الذبيحة ونذبحها. وصينا واحد من الشباب قلنا اذبحها انت وانت يقول على طاري من الحماس يقول والله من الحماس ما ادري انا ذكرت الله قلت الحين احنا رايحين عشان ودافعين دراهمنا ولا صح تقول بسم الله فاوله فاخره مو بطعام وتاكله. ايوه كليتوها اكلوه ها الحمد لله نسي. لا تفتي لا تفتي لا لا والله فتوى انا والله ما ادري الله اعلم. انتبه يا ابو عبد الله لاحظ عندك. لا بس وش لا 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 هو اكله ولا ما اكله؟ لا لا ما اكلناه. ما توكل ما اكلناه ما اكلناه. انتبه للفتوى. طب ما اكلتوها؟ لا ما اكلناه. ما تقول شيء بالنيه شيء. لو كل واحد ذبح وقال نفس كلامك صار خلاص تسميه مي بواجبه. قال اني شاك اني ما ادري اني يا رجال عطنا لا لازم للذبح اذا ما تسمى ذكر الله فيها فهي ميته ليس ذبيحه. الله يجزاك خير شيخ محمد الله يحبك في الله. بشرنا وين وصل. أبشر. لو قدرت الحين ترسل لي شيء اذا وصل وين وصل جزاك الله خير. وسلمني على الصمدانيين كلهم وعلى اهل مضيلف نحبهم في الله. الله يجزاك خير. الله اشكر تعاونك معنا واخلاقك وابداعك. اللهم امين. الله يوفقكم.
ودي اخمك والله بس في يدي صفر. لا بالعافيه. الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير. الله يسعدك يا شيخ. الله يجزاك. مرحبا. الله يجزاك. سلم على الاخوان مشكورين. الله يوفقكم. عرفت المكان، سيروا علينا. يقول عرفت المكان عشان بيغيرونه. بركات يا ابو عبد العزيز. برنامج وبنرجع. كيف شغل الرز وال... والله طعمه رز. لذلك الفتوى دائما يا اخواني، بالذات الفتوى لازم بعلم. والله في بعض المسائل طرحت على الشيخ بن باز قدامي والله، قال الله اعلم. وفي مسائل طرحت على ابن عثيمين قال الله اعلم. الله اعلم. لا يستعجل الانسان في